أن الله يرحم من يرحم. فأنت الآن إن رحمت اليتيم رحمك الله. فهد معيان، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، أنفقوا ينفق عليكم، أعطوا تعطوا. أما القابض والممسك فهذا محروم، محروم من نعمتين، محروم من نعمة ماله في الدنيا ومحروم من نعمة ماله في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء الأيتام وهو متكفل بهم. ونحن دائما نقول سبحان الله، ترى يعني ضد كلامك أنا يا أبو عبدالله في بعض الأمور. سلمت. اليتيم دائما يطلع من أفضل الناس إذا دعهم ووقفوا معهم. إي والله، يطلع من أفضل الناس ويطلع من أجودهم وأصبرهم على الحياة، وتجدهم يمكن حتى جيباننا مرة وتجارب وشافوا يتامى قدهم عيال قالوا حليلهم يما تبوهم ما يعينون من يأكلهم، ذا الحين قدهم ما شاء الله تبارك الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم، البخاري كان يتيم، الشافعي كان يتيم، ابن حنبل كان يتيم، ابن تيمية كان يتيم. أجرنا يا ذول الرجال وذول المسلمين اللي في الأرض كلنا على المذاهب الأربعة يذهب لهؤلاء الأيتام والذين كفلهم. من هو اللي كفلهم؟ 300 ريال أنت تبني بها دارك الآخرة، 300 ريال تشتري بها نفسك، 300 ريال تزكي بها مالك، 300 ريال تقربك لله زلفى، 300 ريال هي البيع الذي يقابلك به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ربح البيع فلان، ربح البيع فلان، ربح البيع فلان. أسأل الله تعالى أن الله يعيننا وإياكم على فعل الطاعات، آمين. إنه وكيل ذلك والقادر عليه. 5000 ريال أبشركم تبرع، تبرع تبرع، أسأل الله أن يكتب أجرك يا عبد الله المطيري، يتبرع بأهالي صالح وقف الرحماء. 2